لما خرجنا من البلد كان عمري 13 سنة. بعد الصف الرابع رحت على المغار وتعلمت من الصف الخامس شهر تقريبا، كنت بمدرسة 1-9 البلد سقطت 30-10، يعني كنت أعلم شهرين بس احنا قبل وصلت البلد بشهر تقريبا خلصت. أنا تقريبا باجي كل جمعة بقرأ سورة ياسين على أرواح الميتين، وداي بقبر مقبرة كفر عنان وبقول يا ربي نرجع على بلدنا. بلد كانت عندنا ثلاث عائلات كبيرة، عائلة دار منصور وعائلة شبير وعائلة خشان، أبوي كان مختار البلد. البلد كانوا يعيشوا مع بعض كإخوة. هذا يتبين يوم العرس، يوم العرس مثلا كانت كل أهل البلد يشتركوا في الفرح. الختيارية يقعدوا على الفراش على الأرض والشباب يصفوا للسحجة والحد يحدي. النسوان كانت كل مرة تجيب حملة حطب، مش كان كهرباء، تجيب حملة حطب وشعلوها بالليل عشان تضوي. كل ليلة ظل مش علي. أبوي بيقول إنه يوم عرسه على 40 ليلة. عشان أبوي وحيد لحاله، مالوش يخوي. حتى كان اسمه عبد الله إبراهيم الصالح أبو كمال. كان يقول هيمان القلب هيمان، السمر والبيضة دشمان. يا بيضة لا تزعلي والقلب عليك راضي، والصبر جحش القاضي زبل على البستان. ولا تقول بالعكس. سعيد أحمد محمود اللي أخذوه مع سبعة على السوم على مثل كفر عنان اللي يسموه اسم السوم الشفا، هناك قتلوا سبعة، أما هو تمكن من الهرب. طول نايف في الثيار، قالوا له طول البارود هناك في صبر، قال في رجلك يا خطأنا، في صبر حول الدار، قال لي أنا مخبي البارود بين الصبر، قالوا فوت طولها، فات طولها من الصبر من هون، طلع من الناحية الشمالية وهرب. صار نادى عليه فيش حدا يرد، صار تخب الصبرة طيب يطلع. وهو طلع على لبنان وعاش برلين، أولاده وأحفاده على زورتين في برلين.